تم الاتفاق مع الأخ رئيس صندوق البنك الدولي أو رئيس البنك الدولي بزيارة دولة الكويت وأن يقوم بزيارة إلى دولة الكويت ويعني عرض هذه الأفكار على الأخوة في مجلس الأمة وكذلك يعني المعنيين في الشأن الاقتصادي والمالي والتجاري في دولة الكويت. ونتمنى أن يكون في هناك نظرة يعني واضحة فيما يتعلق في معالجة الجانب الاقتصادي والمالي في دولة الكويت بالتنسيق والاتفاق مع يعني صندوق أو مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. كان هناك عدة اجتماعات عقدت مع رئيس البنك الدولي ونائب رئيس صندوق النقد الدولي، تناولنا من خلالها العديد من المواضيع الاقتصادية التي تهم الشأن العام الاقتصادي في الكويت. توصلنا من خلال المباحثات إلى العديد من النقاط المهمة التي يجب أن يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة. توصلنا إلى أمور جيدة نستطيع من خلالها أن نصل إلى مرحلة نتمكن من خلالها من المحافظة على الوضع المالي في الكويت من جانب، وأيضا من خلال تحقيق طموحات أبناء الشعب الكويتي بتحقيق الرفاه الدائم من جانب آخر.